القوة والحرارة إنما توجدان في كل مكان توجد فيه كثرة الحركة، فالإنسان القاعد لا يمكن أن ينتفع ولا أن ينفع. من السمات البارزة للعاملين أنهم لا ينتظرون الآخرين في العمل، بل إنهم يعملون في أجواء الجمود والترهل. لا تكون الأمة مستقلة إلا أن تكون ألوانها ومعانيها نابعة من صميمها، ولا يكون فيها لون مستورد لمعانيها ولا معنى مستورد بلونها.